السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يا رب يومكم جميل ان شاء الله، يومكم سعادة وهنا، ويا رب دايما متجمعين على خير بإذن الله. حلقتنا النهاردة وصفاتها سهلة جدا جدا وطعمها كمان تحفة جدا جدا. تعالوا بينا النهاردة نعمل صينية بطاطس مختلفة شوية. هنعمل بطاطس النهاردة نقدمها للولاد، حلوة جدا، ينفع تتاكل بعيش، ينفع تتاكل جنب رز مبهر، زي ما انتوا عايزين. هنعمل مع بعض صينية البطاطس بالشاورما والبشاميل، ايه رأيكم؟ يلا بينا نشوف مقاديرها ونعرف مع بعض الطريقة، بس تعالوا نفتكر الأول الأرقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. من أي تليفون أرضي 0900 917، من أي موبايل 1710. يلا بينا بقى نقول المقادير ونعرف مع بعض الطريقة. مقاديرنا هتكون عبارة عن كيلو بطاطس متقطعة شيبسي، يعني متقطعة رفيع، شرايح رفيعة بالشكل ده، تمام. عندي كمان نص كيلو من صدور الفراخ متقطعين مكعبات صغيرة، يا شرايح رفيعة زي بتاعة الشاورما. بصلة كبيرة مفرومة، فلفل ألوان أحمر بقى وأخضر وأصفر متقطعين مكعبات صغيرة، نص كوباية خل، عندنا معلقة صغيرة بقى تتبيلة الشاورما بقى، معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الزعتر عفوا، ومعلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر، وعندنا كمان معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وملح وفلفل اسود. يبقى دي تتبيلة الشاورما معانا كده، طبقتين، طبقة البطاطس، طبقة الشاورما، فاضل الطبقة الأخيرة وهي طبقة البشاميل. هتكون عبارة عن إيه؟ لتر من الحليب، 5 معالق كبار من الدقيق، 4 معالق كبار من السمنة، مكعب مرقة، و4 معالق كبار من القشطة. ويلا بينا بقى علشان نبدأ ونشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بينا في البداية نحط كده صينية أو وك كبير كده على النار علشان يسخن، والناحية التانية برضو هحط الحلة اللي هعمل فيها البشاميل. هاخد طبق كبير وابتدي اتبل فيه الشاورما بتاعتي، ولما اكون طبعا في البيت وعندي الوقت يفضل ان انا اسيب قطع الشاورما في التتبيله مش اقل من ساعه ساعتين، كل ما تبلناها اكتر كان طعمها احلى. البولات اللي اصغر من دي شويه يا جماعه دخلوها لنا. هبتدي احط كل التتبيله، عندي البابريكا، الزعتر، بصل بودر، والكزبره الناشفه، الثوم، عندنا كمان بهارات الفراخ، والخل، واحط كمان الملح والفلفل. طبعا كمية الملح هنا هتبقى على قد قطع الفراخ اللي هو نص كيلو، يعني هنحط حوالي معلقة صغيرة. كده احنا بنعمل تتبيلة الشاورما، ومعانا مدام نادية. الو. كل الامتنان والحب والتقدير حبيبتي للشيف فاطمة ابو حاتم. يا روحي تسلميلي، بوسة على جبينك وبوسة من ايديكي يا روح قلبي، تسلمي والله. قوليلي شوف، قوليلي شاطرة يا مدام نادية، اخيرا عملت الفطير المشلتت بجد بالجلاش. عمري يا نهار ابيض على الجمال يا شيف فاطمة. انا عمري ما عملت كتيره بشلتاته حبيبتي، وطالعه من الفرن يعني بتضحك. جعلت الدعوات النهارده بجد يعني والله. طب الحمد لله، امين يا رب بجد. طب الحمد لله، الحمد لله والله. او انا بقيت فرحانه بنفسي ان هي وهي طالعه من الفرن كده ان انا عامله كتيره مشلتاته. ما شاء الله عليكي، تسلم ايديك. عملتها على اساس غدا، فعملت لها خلطه اللي هي البيتزا. الله، حشيتها من فطير شرقي بقى، حلو قوي الكلام ده. حشيتها بدل ما تبقى ساده وما عنديش جبنه قديمه ولا عسل، اعملها غدوه بالمره. الله عليك. بقى فيها بسطرمه وفلفل الوان وزيتون وميكس جبن كده، وكان عندي برضو ده. انا جايه كده، لا انا كده جت غدا بقى. لا والله بقيت انا فاكراك، قلت هقطع لها حته كده وابعتها لك يا روحي عشان تدوق الجمال. لا تسلم ايديك الحلوه، هي جميله علشان من ايديكي والله. لا بجد انا فرحانه ان انا عملت فطيره مشلتته، دي كفايه دي. عمري والله ما عملته، لان انا ليا ظروفي، ايديا ما بعرفش اعجن خالص. لا مليون سلام عليك يعني يا روح قلبي. لا بجد طريقه تاخدي فيها الايه اقول بقى، مش العالميه بقى ولا الترندات ولا الكلام ده.
تسلمي. لا بجد بشهد لك النهارده بالفطيره اللي انا عملتها. ميرسي يا روح. يومين عملت فاهيتا الجمبري وعملت الرز الجمبري زي ما حضرتك بتعمليها كده، وخدت ميتها عملت بيها الرز. الله، كانت اكله في منتهى الجمال. الله عليكي، تسلم ايديكي الحلوه ما شاء الله. انا شهادتي النهارده هي كلامك ده، يعني بجد اسعدتيني جدا، بفرح قوي قوي من التطبيقات اللي دايما بتعجبكم. بجد الفطيره فعلا اللي ما جربهاش فايته كتير جدا جدا. واحنا بنكلم مدام ناديه كنا خلطنا مقادير تتبيله الشاورما مع بعض، قلبتهم كويس قوي مع الفراخ. المفروض ان انا اسيبها حوالي بقى ساعه ساعتين علشان قطع الفراخ تبتدي تتشرب من التتبيله، ده هيساعد على تسويتها وهيديها طعم حلو قوي. بس احنا بقى هنشتغل على طول عشان وقتنا، وهبتدي انزل قطع الفراخ في الزيت اللي احنا حطيناه حوالي 3 4 معالق زيت، سخنه كويس جدا وهبتدي انزل قطع الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هفرد قطع الفراخ في الطاسة أو في الصينية بتاعتي كويس قوي قوي عشان يبقى كل القطع ملامسة للحرارة وتبتدي بقى تتشوح معايا كويس وبسرعة. على بال ما تتشوح تعالوا نعمل ايه؟ تعالوا نعمل البشاميل، صوص البشاميل. هبتدي اخد السمنة واخد الدقيق واروح على البوتاجاز، وزي ما قلنا حاطين حلة على النار. احط السمنة، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط الدقيق، وابتدي بقى اقلب الدقيق مع السمنه على النار، وراعي ان انا ما اسيبهوش عشان ما يتحروقش. لو اتحروق مني واغمق هيبتدي ياخد صوص البشاميل لون بني كده، مش حلو، مش هيبقى شكله حلو معانا. تمام، عايزين نقلبهم مع بعض منها الدقيق يستوي وفي نفس الوقت ما يلونش وما يدينيش لون غامق خالص. طيب عشان كده لازم يكون جنبي على طول اللبن، واللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ علشان برضو يسهل عليا ان الصوص يطلع مظبوط من غير اي تكتلات. يعني لو حطينا اللبن مغلي ده بيخلي الصوص على طول، اول ما ننزل اللبن مغلي كده سخن والخليط اللي على النار ده سخن بيكتل على طول. عشان كده لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، افضل كمان ما يكون بدرجة حرارة التلاجة. درجة حرارة التلاجة او لما يكون بارد اللبن وننزله بياخد وقت اطول علشان يبتدي يتقل معايا وياخد القوام المظبوط. فافضل حاجة ان اللبن يبقى بدرجة حرارة المطبخ. وزي ما انتم شايفين معايا كده الدقيق بدأ يبيض، يعني يستوي خلاص. اول ما الاقي الدقيق بيض كده واستوى هبتدي على طول امسك المضرب اليدوي والحليب وانزل كمية الحليب على 3 دفعات. بسم الله. ومعانا شروق. الو الو يا شروق. الو. ايوه، ازيك يا شروق؟ الو. الو، ازيك يا روحي؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. كله تمام؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا روح قلبي. حضرتك عامله ايه؟ زي الفل والله، تسلمي لي. انا بحبك جدا جدا جدا. حبيبه قلبي يا شروق، قولي لي كده انت عندك كام سنه؟ لو ما فيهاش احراج يعني. عندي 12 سنه. عسوله خالص. بتدخلي المطبخ يا شروق؟ لا بصراحه. ليه؟ يعني نحب نتفرج بس على البرنامج من غير ما نخش نعمل اي حاجه خالص. بس اجي. لا هجرب بقى. لا بس بندوق بقى. ها، اهم حاجه ان احنا بندوق. بندوق. لا عايزاكي كده تخشي تساعدي ماما كده وتعملي معاها حاجات. بعدين في فيديوهات انا بعملها سهله خالص وتقدري تعمليها بنفسك بكل سهوله، بس لما يكون في حاجه بقى هنستخدم فيها النار او الزيت لازم ماما تكون واقفه بس جنبنا لغايه ما نتعود على المواضيع دي. ماشي ماشي يا شروق. ليكي اي اسئله؟ الو. ميرسي يا شروق، نورتيني. زي ما انتوا خدتوا بالكم كده بننزل الحليب وايدينا في البشاميل عشان ما يكتلش، واول ما الاقيه يتقل على طول بنزل الدفعه الثانيه. يبقى انا كده بنزل الحليب على 3 دفعات مع التقليب. ومعانا منى. الو. ايوه يا مدام فاطمه، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا منى؟ ازاي صحتك يا مدام فاطمه؟ الله يخليكي يا روح قلبي، عامله ايه؟ لا الحمد لله يا حبيبتي. ممكن ابعت تهنئه لحفيدي لو سمحتي؟ ايوه طبعا، اتفضلي. حفيدي حسين محمود النهارده عيد ميلاده، هيتم 8 سنين. عقبال يا رب 800 سنه. كل سنه وهو طيب. حضرتك بقى ابعتي له تهنئه، قولي له كل سنه وانت طيب. حاضر. معلش اسمه ايه تاني؟ حسين محمود. ماشي يا روح. ماشي، نورتينا يا مدام منى. كل
سنة وانت طيب يا حسين، وعقبال مليون سنة ويا رب كده يجعلك كده بر بأهلك ويفرحوا بيك وتبقى أحسن حاجة في حياتهم كلهم إن شاء الله. سنة سعيدة عليك بإذن الله. البشاميل على النار ابتدى يتقل، هبتدي أضيف له مكعب المرقة لو بتستخدميه علشان يبتدي يفك معانا. هنحط كمان الملح والفلفل، وفاضل معانا من مقادير البشاميل القشطه، والقشطه دي هخليها اخر حاجه هضيفها بعد ما اشيل البشاميل من على النار خالص. والملح برده كميته هتكون على قد البشاميل. طبعا في البدايه ما بنبقاش قادرين نظبط كميه الملح، وانا ما اقدرش هنا احددها لك تمام، لان الملح ده برده اذواق، في ناس بتحب سنه اعلى سنه اقل، عشان كده حاولي تقللي شويه وقلبي ودوقي. لقيتي الدنيا تمام تمام، محتاج شويه هنزود، بدل ما تحطي كميه كبيره وتلاقي بعد كده ان الموضوع كله بقى حادق ومش عارفه تتصرفي فيه. يبقى احنا كده خلاص حطينا كل مكونات البشاميل وبنقلب علشان ما يكتلش معانا. الناحيه الثانيه معانا الشاورما زي ما انتم شايفين كده، مفيش اي ميه مفيش اي سوائل في الوف بتاعنا خالص، بدات الشاورما تاخد اللون، وعايزه اقول لكم بقى ريحتها جباره ما شاء الله بجد على التتبيله روعه. ودلوقتي اقدر اضيف عليها البصل. ومعانا ام ندى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبه قلبي، اهلا اهلا، ازيك يا روحي؟ انا اول مره اتصل بيكي، وحشاني وحشاني، ربنا يسعدك ويديكي كمان وكمان. تسلمي لي يا روح قلبي، مش سيع الكلام الحلو ده. انا ست كبيره عندي 65 سنه. لا مش كبيره كده، كل اللي يعمل حاجه اقول لهم شوف فاطمه. يا روح قلبي دي شهاده كبيره اعتز بيها والله. انا سعيده سعيده جدا ان انا بكلمك النهارده. انا اسعد والله العظيم، ربنا يسعد قلبك يا روح قلبي كمان وكمان يا رب. يا حبيبتي ربنا يكرمك. تسلمي لي يا روح. ربنا يكرمك يا رب ووفقك في كل اعمالك يا رب، وخليك ولادك ويسعدك في الدنيا والاخره زي ما فرحتينا. امين يا رب امين يا رب. ميرسي على الدعوات الحلوه دي، ربنا يعزك يا روح قلبي وما تحرمش منك ابدا ابدا، وان شاء الله ما تكونش اخر مره اتصال. نورتيني يا منادى والله، دعواتكم دي احلى حاجه في الدنيا والله. يا ربنا يبارك لي فيكم ودايما كده يا رب كده على طول مع بعض، ودايما اكون عند حسن ظنكم. البشاميل خلاص جاهز، هرفعه من على النار، قلبناه غلي واخدنا القوام، فاضل معانا بس القشطه هضيفها واقلبها، والقشطه دي بقى هتدينا لون وطعم لذيذ جدا جدا للطاجن بتاعنا النهارده. تقدري تستخدمي قشطه جاهزه، تقدري تستخدمي قشطه اللي هي بتاعت وش اللبن اللي بنشيلها من على وش اللبن، براحتك خالص اللي متوفر عندك. كده صوص البشاميل بقى جاهز، تعالوا بينا. احنا خلاص الشاورما الفراخ استوت، حطينا البصل قلبناه ودبل، هبتدي اضيف الفلفل وقلب تقليبه، وهرفع من على النار، وتعالوا بينا يلا بقى نشوف هنعمل ايه في الطاجن اللذيذ بتاعنا ده. انا كده عندي البطاطس زي ما قلنا، بطاطس متقطعه شرايح رفيعه، ممكن تعمليها بمكنه الشيبسي عشان تستوي معانا تمام. هاخد مغرفة من البشاميل احطها في الطاجن اللي احنا هنسوي فيه ده، اللي هيسوي معايا البطاطس من تحت وهيدي لها طعم حلو قوي. هنفردهم كده. طيب البطاطس هينفع احطها كده؟ لا، لازم نتبلها برشه كده من الملح والفلفل، كل حاجه عندنا واخده الملح بتاعها بس، فعشان ما تبقاش دلعه وملهاش طعم لازم نتبلها بملح وفلفل. وتعالوا نقلبهم بقى كويس مع بعض. بما انها متقطعه زي الشيبسي رفيع جدا فهي هتستوي معانا على طول. لو عايزه تقطعيها اتخن من كده يبقى لازم تديها نص تحميره تطلع لونها ذهبي فاتح، وتشتغلي بنفس الطريقه بالظبط. يلا بينا بقى نحط البطاطس في الطاجن. خلصنا ومعانا مدام روحيه. الو،
ازيك يا فاطمة؟ اهلا اهلا، ازيك وحشين. انت اكتر، صدقيني ببعت لك السلام مع ام شريف على طول. حبيبتي بقالي كتير ما اتصلتيش بينا. ايوه صح. شفتي بقى؟ كان ظروف يا فاطمة معلش. ربنا يا حبيبة قلبي يديك الصحة والعافية وما نتحرمش من صوتك. تعيش يا حبيبتي، بس حبيبتي. دايما ببعت السلام مع ام شريف. تسلم يا روحي. ام شريف بتعزك قد ايه؟ عارفة طبعا، تسلموا لي كلكم وما تحرمش منكم ابدا. ربنا يخليك. الله يخليك. عشان اسلم عليك يا فاطمه حبيبتي، والله منوراني. وتسلم ايدك على اللي بتعملي كله يا فاطمه. تسلميلي وتعيشي. ميرسي. كلك ذوق يا روح قلبي، والله نورتيني. هننزل بقى كل الشاورما بتاعتنا، تمام، وهنساوي بقى الدنيا عشان لما اجي احط البشاميل يبقى الوش معانا مستوي كده. متخيلين بقى الطعم، بقى البطاطس اللي هتستوي في طعم الشاورما والبشاميل هيطلع طعمها عامل ازاي؟ معانا مين؟ منى. الو. الو. ايوه، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا روح قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. انا بحب برنامجك جدا جدا والله يا استاذه فاطمه، وبجيبك على النت وبقعد اسجل كل اكلاتك. يا روح قلبي ده شرف ليا والله العظيم، تسلميلي. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب، منوره الشاشه والله. يا والله بنوركم انتوا والله العظيم، يعني انا دايما وقفتي هنا والسعاده اللي ببقى فيها بسببكم انتوا والله العظيم، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، ربنا يبارك لي فيكم. ربنا يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك على سؤال. اتفضلي. كان في واحده بتتكلم على السيره المسلسل اللي هو بالجلاش، ممكن تبقي تعرفيني؟ ده انا اقوله لك على طول. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. تسلميلي. تسلميلي يا روحي، نورتيني. خلصنا الطاجن بتاعنا، طاجن البطاطس بالشاورما والبشاميل، طاجن كده من الاخر طعمه حلو جدا جدا، سهل وبسيط زي ما انتم شايفين، وعملناه كله في 10 دقائق. هندخله الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، وهنسيبه بقى البطاطس تاخد التسوية بتاعتها وياخد لون كده ذهبي لذيذ من على الوش ونطلعه على طول. يلا بينا. زي ما قلنا ينفع يتاكل جنب رز مبهر، رز ابيض، ينفع يتاكل جنب مكرونة مش هيقول لا، ينفع يتاكل بالعيش، ينفع يتاكل بالمعلقة زي الفل. احنا هنطلع فاصل صغير، ولما نرجع مش هننسى نقول الفطير بالجلاش لمدام منى اللي اتصلت بينا من شويه. فاصل صغير خالص، نرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا مع بعض صينية البطاطس بالشاورما والبشاميل. هنعمل مع بعض بقى كفتة سهلة ولذيذة، تفرط بقى كمية كده حلوة، هنعملها بطريقة سهلة جدا وإن شاء الله مقادير كمان متوفرة وطعمها بجد حكاية. هنقول المقادير ونشوف بقى مع بعض الطريقة. عندنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ويفضل تكون حمراء علشان ما تكشش مننا، نبقى عاملين الصباع كبير كده، تبص تلاقيه بقى قد كده، ده بيرجع لكمية الدهون اللي موجودة في اللحمة. يبقى اللحمة معانا مفرومة تكون حمراء. نص كوبايه من البرغل هنغسله كويس جدا وننقعه نص ساعه او ساعه ونصفيه كويس. بعد كده معانا كمان نص كوبايه من البقدونس المفروم، بصله كبيره مفرومه، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وسبع بهارات وملح وفلفل اسود وزيت طبعا علشان نحمر فيه الكفته. وتعالوا بينا بقى هناخد كل مقاديرنا بتاعه الكفته، هنحطها في الكبه علشان نفرمها كويس جدا ونمزج المكونات كلها مع بعض كويس. يلا بينا. ادي البرغل، هتاكد بس اصفي منه الميه تماما، مش عايزه يكون فيه ميه خالص. اي كفته راعي دايما ما يكونش فيها نسبة سوائل، تمام، علشان تبقى متماسكة معانا وما تفكش. فانا هعصر بايدي جامد كده واحط في الكبة، تمام، عشان نتخلص من كل المية الزيادة. نص كوباية البرغل بتعيريها قبل النقع، يعني بناخد نص كوباية نغسلها، نغسلها كويس جدا وبعدين ننقعها، وبعد كده بنتعامل معاها عادي جدا لان نص كوباية دي بتنفش بعد كده.
حاجة كمان مهمة، لازم تراعي اختيار نوع البرغل علشان ما يكونش فيه لا قدر الله رمل ولا زلط، فيبقى حاجة صعبة جدا في الأكل. ومعانا تليفون. ألو. ألو. أيوة، سلام عليكم. وعليكم السلام، أنا بحبك قوي يا شيف. ميرسي يا روح قلبي، ميرسي يا قلبي. عندك كام سنة قوليلي كده؟ عندي 15. ما شاء الله، يعني كله ملاحظ ان اللي بيكلموني دايما بنانيت صغننين كده، ده انا بفرح بيكم جدا والله العظيم. ايوه انا بحبك قوي حبيبه قلبي والله. عارفه طريقه البسبوسه؟ البسبوسه. عينيا حاضر. اهم حاجه بندخل المطبخ ولا بنتفرج بس؟ الو. بخش. أيوة. برافو عليكي، تدخلي المطبخ. ايوه. بتعملي بقى كده وصفات والدنيا حلوه معاكي؟ يعني الحمد لله. طيب زي الفل. أيوة. ما شاء الله عليكي، عينيا ليكي. اجيب لك مقادير البسبوسه حالا. كمان بساعد ماما. شطوره طبعا، دي اهم حاجه والله العظيم، يعني ماما دايما بتتعب معانا فنحاول كده نريحها شويه على قد ما نقدر. ماشي. نورتيني يا روح قلبي. تسلمي يا رب، وتسلم ماما، نورتوني. صفينا البرغل كويس جدا جدا من الميه اللي منقوع فيها، حطيت اللحمه، حطيت البصلايه، ابتدي بقى احط البهارات. يعني البهارات على نص كيلو، هناخد نص معلقه صغيره، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من البيكنج باودر، واكيد الملح والفلفل. ومعانا شيماء. الو. اهلا، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا، ازيك يا شيماء؟ عامله ايه؟ الله يخليكي، ايه الاخبار؟ مش مصدقه نفسي بكلم حضرتك. يا روح قلبي تسلميلي. والله انا مصدقه، انا مصدقه لك من التليفون الارضي. حبيبتي والله. عامله ايه؟ منوراني الحمد لله، والله الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ بصراحه يا روح قلبي، ربنا يخليكي والله، ده من ذوقك. انت اللي عينيكي حلوه. والله شكتك دي جدا. تسلميلي. وانا ما ورناش حاجه انا واختي، الشيف فاطمه، الشيف فاطمه. حتى لو مش هنعمل اكل. اهم حاجه بالخير. حضرتك كده. تسلمولي يا رب، وما تحرمش منكم ابدا يا رب، يخليكوا ليا حبيبه قلبي. ايه يا شيماء؟ اكل سمك مشوي. معلش تاني السؤال؟ بنوته عندها 5 سنين. بنتك؟ اه، عايزه تاكل سمك مشوي. اه. بس كده؟ عايزة بقى. ايوه. نعمله لها. يا أنا سلام. انا متصلة اسلم على حضرتك بس. يا روح قلبي. ربنا يخليكي ليا يا رب، منوراني بجد واسعدتيني بكلامك الحلو. ميرسي يا شيماء، نورتيني، واتصلي بينا على طول بقى. نورتيني يا روح قلبي. حطينا الملح والفلفل. المكالمات الجميلة بتاعتكم دي بجد بتخلي الواحد كده يعني مش عارف يعني يقف من كتر السعادة. هحط كمان البقدونس، وتعالوا بينا بقى كل الحاجات اللي احنا حطيناها في الكبة نديها شوية كده خلط في الكبة بتاعتنا، عشان المكونات كلها تمتزج مع بعض وياخد عجينة مظبوطة جدا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص خلطنا عجينة الكفتة معانا كويس جدا جدا، كل المكونات كده امتزجت مع بعضها. هبتدي انزلها بقى في طبق. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هبتدي اخد من الكفتة، اصبع بقى الكفتة، وابتدي اقليها في زيت غزير على نار متوسطة علشان الكفتة تستوي معايا. بس عشان اعرف ان انا اصبعها لازم ادهن ايديا دهنة من الزيت، فهجيب طبق كده احط فيه شوية زيت عشان ابل ايدي منه، وابتدي اصبعها زي كفتة الرز بالظبط، بس النهاردة معمولة بالبرغل، وطبعا كمية اللحمة بتاعتها اكبر، فبيبقى طعمها بصراحة حلو قوي. ومعانا منى. الو. الو. الو، ازيك يا منى؟ الو يا شيف. اهلا اهلا، ازيك يا منى؟ انا ازيك، الله يسلمك. عامله ايه يا روح؟ الحمد لله، انا بحبك قوي يا شيف. يا روح قلبي تسلميلي. ميرسي يا منى والله. عندك كام سنه قوليلي كده؟ عندي 13 سنه. ما شاء الله، اللهم بارك.
منوراني يا منى والله. انا بعمل كل وصفاتك. انتي ولا ماما؟ بساعد ماما. ايوه كده شطوره. برافو عليكي يا منى، تسلم ايديكي وتسلم ايدين ماما. انا عايز اعرف طريقه المكرونه بالبشاميل. حاضر، عينيا الاثنين. عينيا يا منى، حاضر، نورتيني يا روح قلبي. انا هجيب طبق كده احط عليه كفته عشان مش هينفع انزل واحده واحده، هتتحرق مني اول واحده اللي انا احطها، تمتص كل سخونيه الزيت وتتحرق من غير ما تستوي، فعشان كده ما ينفعش ان انا انزل واحده بواحده، لازم اعمل شويه كده واروح منزلهم كلهم مره واحده يهدوا حراره الزيت شويه عشان اعرف ان انا احمرهم يستوي كويس من غير ما يتحرقوا. واحنا شغالين بقى وبنعمل مع بعض كده الكفته، ما تيجوا نقول مع بعض الفطير المشلتت اللي احنا كنا عاملينه من كام يوم، وما شاء الله بجد عامل انقلاب رهيب. مقاديره كانت ايه؟ كانت عندنا لفه من الجلاش، عندنا كوبايه من الزبادي، كوبايه من القشطه، كان معانا كمان كوبايه الا ربع من السمنه او الزبده اللي متوفر عندنا، الاثنين هيدوا نتيجه حلوه قوي، معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من السكر. تمام، بس كده. هنعمل ايه بقى؟ الخلطه بتاعتنا اللي هي الزبادي، كوبايه الزبادي مع كوبايه القشطه مع كوبايه الا ربع زبده، هقلبهم مع بعض كويس قوي مع معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، هقلبهم كويس جدا جدا، هيكون خليط كده الى حد ما سميك شويه. تمام، هبتدي اجيب الجلاش واجيب الصينيه اللي هدخلها الفرن زي صينيه البيتزا كده مقاس 26، هدهنها دهنه بسيطه من السمنه او الزبده، وابتدي اخد ورقه ورقه من الجلاش ادهنه بالخليط اللي احنا عاملينه دهنه خفيفه، وارص في الصينيه ورقه في الثانيه في الثالثه لغايه ما اخلص كل الكميه. تمام، قبل ما اخلصها خالص هسيب ورقتين ثلاثه عشان اغطي بيهم الوش، ولو في الحروف اللي نازله مننا من الصينيه بدخلها. تمام، واخر ورقتين ثلاثه بحطهم على الوش، طبعا زي ما بنقول كل مره بدهن ورق الجلاش بالخليط اللي احنا عاملينه، واخر ورقتين ثلاثه هنزلهم كده واغطي بيهم الجلاش كله بحيث ان الصينيه تطلع معايا مستويه وشكلها حلو جدا. هدخل الصينيه بتاعتنا الفرن على درجه حراره 180، تمام، لغايه ما ياخد الفطيره بتاعتي لون فوق وتحت، هطلعها على طول، واول ما اطلعها وهي سخنه لازم نغطيها علشان الفطيره تطرى شويه والشهم ما يبقاش ناشف قوي، هتاخدي بقى نتيجه فظيعه جدا جدا. والف هنا. ومعانا ساره. الو، السلام عليكم. ازيك يا ساره، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله والله كله تمام. الحمد لله، انا بحبك قوي. ميرسي يا روحي، تسلميلي ومنوراني. انا بحبك قوي والله حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا ساره والله. قوليلي بقى، ممكن نعرف بس بسكوت المقادير؟ بسكوت؟ اه بسكوت ايه؟ عايزه بسكوت ايه قوليلي؟ بتاع العيد، بتاع المقادير. بسكوت العيد، حاضر هنزل لك مقاديره. ماشي، حاضر يا روح قلبي، نورتيني يا ساره والله، ميرسي يا روح قلبي على اتصالك. ما تيجوا بقى يلا، بما اننا عملنا شويه حلوين كده، نروح على الزيت اللي احنا مسخنينه كويس قوي والنار متوسطه. طيب ليه مش عاليه؟ علشان ما اخدش لون على الفاضي، انا عايزه اللحمه تستوي كويس، فلازم النار تكون متوسطه. تعالوا بينا، وزي ما قلنا ما ينفعش ان انا ابتدي اصبع واحده بواحده وانزلها، اول ما هنزلها هتاخد سخونيه الزيت كلها وتتحرق مننا من غير ما تستوي. زي الفل، تعالوا نحط بس الكفته كده، والله الزيت لسه ما سخنش قوي. تمام، انا هرفع دي تاني من الزيت، لازم الزيت يكون سخن، فهشيلها تاني. تمام، خليها معايا كده لغايه ما الزيت يسخن عشان انزلها تاني بعد ما يسخن. وبص بصه كده الفرن اخباره ايه، هايل، بدا اهو، يعني فاضل لها دقيقتين ثلاثه الصينيه ونطلعها على طول. طيب ايه رايكم بقى على ما الزيت يسخن والصينيه تخرج من الفرن، نطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. ورجعنا لكم تاني، الكفته خلاص الزيت سخن وابتدينا نحمر فيها زي ما انتم شايفين كده،
شكلها جميل جدا وبجد بجد ريحتها فظيعه وطعمها بيبقى بجد تحفه قوي. ان شاء الله هتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. هنخلي بقى الكفته تستوي على نار متوسطه زي ما اتفقنا. مجهزين معانا طبق عليه مناديل مطبخ علشان نبتدي نطلع من الكفته ونحط على المناديل تتشرب الزيت الزياده معانا. وتعالوا بينا بقى تالت وصفه معانا النهارده هتكون ايه. معانا ترايفل المانجا. كتير مننا بقى يا بيفيض مننا كيك ويبقى بايت ومش والولاد مش عايزين ياكلوه، او بنعمل كيكه كده وتطلع نص نص مش عارفين نعمل فيها ايه زي اللي معانا النهارده كده. فهنبتدي بقى ان احنا نشغلها تمام وندخلها في وصفه جديده خالص تغير من شكلها وتخلي طعمها حلو جدا. معانا ترايفل مانجا، يلا بينا نقول مقاديره ونعرف مع بعض الطريقه. ومقاديرنا هتكون ايه. عندنا كيك فانيليا، هو معمول زي ما اتفقنا يا بايت يا ما فلحش مننا قوي الكيك وطلع معانا بالشكل ده، فهنشغله وندخله في الوصفة أو نعمل لها كيك مخصوص. هي وصفة لذيذة جدا وبصراحة تستحق حتى لو هنعمل لها الكيك مخصوص. الطبقة التانية معانا هتكون عبارة عن علبة قشطة، 6 من مكعبات الجبنة، عندنا 2 كيس من الكريم شانتيه باودر، ربع كوباية ربع كوباية مية متلجة، كوباية كريمة خفق اللي هي بتاعة الحلويات، دي هتكون طبقة الكريمة معانا. أما تالت طبقة هتكون كوبايتين من عصير المانجا، معلقتين كبار من النشا. وتعالوا بينا يلا نبدأ شغلنا ونشوف هنعمل ايه. في البداية هحط المانجا والنشا على النار علشان أعملهم صوص تقيل شوية. دول كوبايتين عصير مانجا فريش طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، بيفرق جدا في الطعم. وحط عليهم النشا معلقتين وأقلب على البارد وارفع على النار علشان ناخد قوام كده شبه المهلبية. الأهم من كده ان احنا مش هنضيف سكر لان المانجا مسكرة والدنيا تمام. اما لو بتحبي سكر زيادة ممكن تضيفي معلقة. هشغل النار. ومعنا إيمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا إيمان، عاملة ايه؟ الحمد لله يا روح قلبي، اخبارك؟ الحمد لله كده. الحمد لله دايما يا رب بخير. معلش ممكن اسأل سؤال؟ عايز اعمل عجينة البيتزا بس احطها في الفريزر مطبوط كمان. تمام. مش وفي سؤال معلش. اتفضلي. محمد السؤال بيتكلم عن الثلاجة والروائح. فانا بقول الفحم. ايوه طبعا. السؤال هو الفحم. انا عارفه يعني السؤال هو الفحم. حبيبتي ماشي. هو المسابقه بتتصلي على ارقام المسابقه علشان تقدري تحليها وتشتركي وتاخدي الجايزه. تمام. ايه تاني احنا كنا بنقول؟ سالتنا عن ايه؟ معلش يا ولاد. البيتزا وعجينه البيتزا. طيب هي اي عجينه نقدر ان احنا نحطها في الفريزر مفيش مشكله، عجينيها كويس جدا جدا وخمريها. وبعد ما تخمريها وتاكدتي خلاص ان العجينه نفسها بتخمر وشغاله تبتدي تهبطيها تاني وتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر. وقبل ما تبداي تستخدميها علشان تعملي بيتزا هتطلعيها قبليها بساعتين بحيث ان هي تبتدي تاخد حراره الجو وتبتدي ترجع تاني تخمر مره تانيه وتستخدميها عادي جدا جدا. تمام كده. الكفته معانا زي ما انتم شايفين شكلها ولونها حلو جدا جدا في الزيت. لسه هتكمل بقى. وعندنا الناحيه التانيه المانجا مع النشا هيبتدوا ياخدوا القوام مع التقليب طبعا عشان النشا من الحاجات اللي بتكتل على طول. وعلى ما تاخد القوام بتاعها هرجع لها كل شويه. تعالوا بينا بقى نعمل الطبقه الثانيه اللي هي الكريمه. عندنا كل المكونات دي هحطها. ايه دي الجبنه، دي جبنه كريمي من غير ملح خالص. هحط لها كريمة الحلويات، كريمة الخفق، حط كمان الكريم شانتيه ونحط القشطة ونبتدي نضرب المكونات دي مع بعض كويس جدا بالمضرب. ومعانا ام شريف. الو حبيبة قلبي، ازيك عاملة ايه؟ بطوطة يا بنت الغالي حبيبة قلبي من اصل عالي. تشاح بطوطة
بطوطه يا بنتي النيل يا اصيله من بيت اصيل حبيبتي. بطوطه يسلم اكلها تسلم لي ويخليها لي هي وامها كمان. ربنا يكرمك حبيبتي وحشاني قوي قوي والله العظيم. تسلمي يا روحي بحبك اكتر والله. بحبك والله من قلبي بالله. ربنا يعزك يا روح قلبي يبارك لي فيك يا رب حبيبتي. ومتشكرة قوي قوي على كل حاجة عملتيها لنا. ميرسي يا روح قلبي. وعلى كل حاجة طلبتها منك وعملتيها حبيبتي والله. ده من ذوقك. والجماعة عملوا الكحك والبسكوت بجد بيقولوا لك ما شاء الله الله اكبر. تسلم ايديهم يا رب دايما يعملوا في الفرح ان شاء الله. ما شاء الله. والايس كريم والفطير اللي بالجلاس الله اكبر ما شاء حبيبتي. الله حبيبتي الحمد لله بجد والله العظيم كل حاجات موفره بجد والله ربنا يبارك. تسلموا لي كلكم والله. يخليكي لينا يا حبيبتي. ربنا يكرمكم يا رب. سلامات ليكي من الدنيا كلها. مش عارفه اقول لك مين ولا مين. كل حبايبك بيسلموا عليك عشان انا ما انساش حد. حبايبي والله. ياسمين الجميله اللي ردت عليا والكاست كله في القناه بجد ربنا يبارك فيه. وبالله عليك يا سيف فاطمه انا عايزاكي تبقي تقولي مره اسامي الشيفات اللي في المطبخ التحضيري وتطلعي طبعا منهم معاكي. اه ازاي قلناهم عندنا شيف حسام وشيف محمد ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. وخليه النحل اللي وراهم. حاضر عينيا الاثنين. يسلموا والله العظيم. هو فعلا يسلموا والله. يسلم ايديهم وعينيهم يا رب. يجعل لهم في كل خطوه سلاحهم. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا روح قلبي. نورتينا وميرسي بجد على الدعم ده وميرسي على الكلام الحلو ده. نورتينا يا مشرفة والله. خلاص كده مهلبية المانجا بدأت تتقل. تاخد القوام بقى. زي الفل. والناحية التانية كنا حاطين الكريم شانتي القشطة. حطينا الكريمة الخفق اللي هي كريمة الحلويات. وحطينا كمان 6 مكعبات من الجبنة. هجيب المضرب بقى واضربهم كويس قوي مع بعض. يلا بينا. بسم الله. المانجا اخبارها ايه ونرجع نكمل تاني. خلاص كده تمام جدا. خدت القوام زي الفل. هنرفعها بقى من على النار. يلا بينا. القوام تقل وبقى لطيف جدا. والكفته كمان نشيلها من على النار عشان كده تمام. ومعانا ام حبيبه. الو 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 حبيبه. أيوة. قلبي والله. اهلا اهلا. ازيك يا ام حبيبه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله منوره كل حياتي والله. وبتفرج عليكي كل اول ما اصحى اتفرج على اليوتيوب عشان اعرف انا اشوف هطبخ ايه النهارده. واتفرج عليكي دلوقتي واكتب وراكي في الاجنده. ربنا يكرمك يا رب. انا محتاجه الاجنده من فضلك. لا ده مليانه والله. من اول ما حضرتك عملتي القناه بتاعتك وانا كل يوم بقى والله كل يوم. طب دي حاجه حلوه قوي. على وصفاتك. تسلمي يا روح قلبي ويسلم لي ذوقك بجد والله. كلك ذوق يا ربي يا حبيبتي. الله يخليكي. عملتي كل حاجه ما شاء الله عليكي. لسه هكتب في الاجنده الوصفات اللي حضرتك عملتيها. لقيت نفسي افتكرتها قلت ايه ده انا كاتباها قبل كده ونفذت. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه برافو عليك. برافو عليك. لا ما كده مذاكرين صح. ايوه ربنا يخليك. ربنا يخليك والله. كل يوم يعني كل يوم بعمل كل حاجه من حضرتك. تسلم ايديكي. تسلم ايديكي الحلوه يا روح قلبي والله. كل حاجه المعجنات وحاجات بالفراخ وحاجات باللحمه وخلاص بقى خلصت على كل حاجه. ما فاضلين غير الفطير. تسلم ايديكي الحلوه يا روح قلبي والله بجد. يا رب تسلمي لي وتعيشي يا رب. نورتيني. حاضر وبدعي لك دايما والله حبيبتي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك ولكن المثل وزياده ان شاء الله.
ميرسي يا روح قلبي. ايه رايكم تعالوا نطلع فاصل صغير خالص خالص ونرجع بقى. خلاص الكريمه هكمل ضربها واحطها في كيس حلواني عشان ابتدي بقى اشتغل ونطبق مع بعض الترايفل ونشوف هنقدمه ازاي. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني ويلا نكمل بقى ترايفل المانجا. احنا كنا عملنا المهلبية على النار اللي هي كانت مانجا مع نشا، عصير مانجا بيور مع نشا. لو حسيتي ان انت محتاجة تحطي سكر مفيش مشكلة، زودي معلقة سكر. هو كده طالما المانجا بتبقى العصير بتاعها تمام مظبوط بيطلع معاكي 10 على 10. كمان عملنا مع بعض الكريمه اللي كانت عباره عن 6 مكعبات من الجبنه الكريمي، وعندنا كمان كريم شانتيه مش خام، كريم شانتيه اللي هو المسكر علشان مش ضايفين سكر. اما لو هتستخدمي كريم شانتيه خام لازم تحطي حوالي 1/2 كوبايه سكر باودر مع المقادير اللي احنا قلنا عليها. ضربناهم كلهم مع بعض كويس وبعدين حطيناهم في كيس حلواني بالشكل ده، واخدنا بقى الكيك بتاعنا اللي هو قلنا كيك بايت او اي كيك عندي مش طالع معايا مظبوط ولا حاجه، وهبتدي احط طبقه في ارضيه الكاس. ممكن اعملهم في بوله واحده وممكن اعملهم في كاسات زي كده، خصوصا لو عندي ضيوف ولا حاجه هيبقى التقديم ده احسن واشيك كده. بعد ما احط طبقه الكيك هسقيها بشويه من عصير المانجا برضو الفريش، ده هيطري الكيك وهيدي ليه طعم حلو جدا. بعد كده هناخد طبقة من الكريمة، بسم الله، يبقى طبقة كيك مسقي عصير مانجا، طبقة كريمة، كريمة طعمها حلو جدا برضو. بعد ما تعمليها دوقيها، لو حسيتي ان هي محتاجة شوية سكر ده بيرجع كل واحد على حسب الذوق الشخصي ليه. والمانجا دلوقتي بقت موجودة في السوق، فهنعمل بالمانجا هتدينا طعم حلو جدا ونتيجة هايلة. زي الفل. يبقى كده حطينا طبقة كيك سقيناها بعصير مانجا، حطينا طبقة الكريمة اللذيذة اللي احنا عملناها مع بعض. دلوقتي اقدر اخد من المهلبية بتاعت المانجا اللي احنا عملناها مع بعض. هنعمل طبقة على وش الترايفل، بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة حلوة سهلة وبسيطة وبتتاكل بردة في الحر ده، فهتبقى تحفة جدا جدا. تمام، طبعا الطبقه دي لما بتدخل التلاجه كمان بتتماسك بقى وطعمها لذيذ جدا، خصوصا لو عملناها زي ما قلنا بالعصير مانجا فريش الطعم بيختلف جدا. زي الفل. خلصنا تالت طبقه معانا، وجينا بقى للتزيين النهائي او الوش بقى، ليكي فيه مطلق الحريه ممكن تقدميه زي ما هو كده مفيش مشكله خالص، هو شكله اصلا كده لذيذ جدا. بس احنا ممكن كمان نضيف مكعبات مانجا بقى عشان نحلي الموضوع اكتر. حط بقى مكعبات مانجا فريش على الوش كده،
حالا حالا. احنا خلصنا خلاص. كلنا بنضعف قدام المانجا بصراحة. زي الفل. حاجة بقى نكسر بيها اللون. دي بقى كانت وصفاتنا النهاردة. عملنا مع بعض النهاردة صينية بطاطس بالشاورما والبشاميل. عملنا كمان وقدمنا معها رز مبهر. وعملنا ايه تاني؟ عملنا الكفتة بالبرغل زي ما انتم شايفين كده شكلها وريحتها بجد قلبة الدنيا ما شاء الله. وعملنا ترايفل المانجا نقدر نستخدم فيه اي كيك احنا مش حابينها او فايضة مننا وبيتة، يعني اعادة تدوير بس بيخلي الطعم حكاية. بصوا سهلة وبسيطة بتطلع معاكي طبعا كمية كبيرة جدا. ممكن ناخد بقى ورق نعناع واحنا بنختم بقى ونقول ايه، يا رب النهارده تكون الوصفات كلها نالت اعجابكم. ميرسي بجد على الكلام الجميل اللي دايما بتقولهولي. يا رب دايما اكون بجد عند حسن الظن ودايما كده كلامكم الحلو دعم وسند ليا. اشوفكم بقى ان شاء الله في حلقات تانية، بس ما تنسوش تطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيدج البرنامج العزومه مع فاطمه ابو حاتي، وعلى البيدج بتاعتي فاطمه ابو حاتي بالعربي وبالانجليزي. استودعكم الله، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.